الرحمن الرحيم. هشتغل النهاردة على برطمانات إزاز، هحط فيها خامات خاصة بالشغل بتاعي، وفي نفس الوقت هزينها عشان أديكوا فكرة جديدة مختلفة من أفكار بتيجي في دماغي بحب أنفذها قدامكم تستفيدوا بيها. يعني أنا مثلا هنا حاطة خرز في برطمان عادي، برطمان ازاز، وهنا حاطه بعض الخامات في برطمان تاني. معظم البرطمانات اللي عندي هبتدي ازينها عشان اما اكون حطها على الرف برضو تدي شكل حلو. هشتغل في الثلاث برطمانات دول. اول حاجة هعملها طبعا هدهنهم بالابيض وبالاسفنج، بالبلاستيك الابيض اهو، بالاسفنجة، بالدق، هشيل دول بالدق كده عليهم كلهم وهسيبهم ينشفوا طبعا. وبراعي وانا بشتغل ان ما يكونش فيه الوان او ورق او ايا كان ايه على ال اسمه ايه اللي هو مكان القفل بتاعه، الحلزون ده، مش عارفه اسمه ايه بصراحه، ده خلاص. يبقى انا هشتغل وانا قافله البرطمان علشان ما اشتغلش على مكان القفل بتاعي، بحيث انه هو لو اضفت له اي حاجه هيضايق الغطا، هيضايق الغطا، فدي لازم نراعيها اثناء العمل. يبقى انا كده هدهن الثلاث برطمانات بنفس الطريقه. اوكي، هخليهم على جنب دلوقتي عشان هقول لكم ايه اللي هعمله. وطبعا على كمان الغطا برضو هدهنه وهدقه بالدق على البرطمانات كلها وعلى الغطا كمان. تمام، فخليهم على جنب هوريكوا هعمل ايه. هاجي عندي عجينة وعندي القوالب دي، ممكن عجينة سيراميك تتعمل في البيت وممكن عجينة اللي هي من المكتبة اللي هي بتنشف في الهواء اللي هي دي، انا جايبها من مكتبة سمير وعلي. اوكي، باخد قطعة منها، وطبعا بعد ما اخلص اخد الجزء، يعني مثلا اخد قطعة منها كده صغيرة ولازم اغطيها واحطها في كيس بعيد عن الهواء علشان ما تنشفش. اوكي، هاجي هاخد قطعة العجينة بتاعتي هطريها في ايديا وبعدين ابرم. طبعا انا كده من الابويا، معلش، هبرم واروح حطاها في الجزء بتاع اللي انا عايزه اعمله واكبس بيها، وبعدين هتطلعها هتديني شكل الورده بالظبط. اوكي، وطبعا كل ما المكان بيكبر قطعة العجين اللي هاخدها تكون اكبر. هاخد هنا مثلا هحط على ورقة الشجر عشان انا هشتغل بالورد وورق الشجر، واضغط جامد عشان اخد الطبعة بتاعتي واشيل الزيادة من على المكان، وهيبقى بالمنظر ده ورقة الشجر. خلاص، هشيل ده. وانا عملت اصلا مجموعة من الورود وورق الشجر جاهزة اهي، مجهزاها من قبل بحيث ان هي تنشف والزقها على البرطمانات. يبقى انا دلوقتي هلزق على البرطمان الورق، ورق الشجر والورد.
على البرطمانات التلاتة. فطبعا هروح انا عاملة كده بحيث ان انا اما اجي اشتغل يلقط مني الشغل اللي هو الغطا. وعلى الازاز بتاعي هلزق ورق مناديل او ورق مناديل مطبخ عادي اللي هو الورق الابيض، برضو علشان اما اجي ادهن الوان، او في بعض الاحيان الورق المناديل لما الزقه على الازاز هيخلي الدهانات تمسك اسهل. لكن انا هنا مش هعمل كده، انا هنا هعمل بالسفنج على الازاز على طول اهو. تمام، خلاص كده هسيبه هينشف، وبعدين هحط الورد بتاعي. والورد بتاعي انا هحطه مثلا كده هنا كده، انا بس بوريكو علشان هعمل انا براحتي بعد كده، وينشف لما تنشف الدهانات. وعاملة مقاسات صغيرة اضيفها برضو على الشغل بالشكل ده، هيبقى دي النتيجة بتاعتي. بس لما ينشف اهو، وبعدين ابتدي الون. طبعا هلون معاكم برضو، بس انا بدي فكرة عشان انا هعمل ايه برا التسجيل لحد ما ينشف الدنيا، تنشف معايا والورق ينشف ويلزق وكل حاجة، ونرجع مع بعض كده. نشف الابيض والورد لزقته بالغرة على الغطا، عملت كده في البرطمانات التلاتة. كونت لون اخضر كموني كده شوية، دهنت بيه البرطمان ده، قسمته نصين، قست المسافة وقسمتها نصين، المسافة بالغطا كمان عشان الغطا عريض، فقست المسافة كلها وقسمتها نصين، عملت النص اللي تحت باللون الاخضر الزرعي ده، وهعمل فوق لون كشمير انا كونته بين ابيض واحمر وبني. تمام، هاجي بالاسفنجة اللي انا اشتغلت بيها في الاول، ادي اللون اللي انا كونته، بعد ما عملت النص ونص حطيت التيب علشان اظبط الخط، وهدهن كله بالشكل ده بالمدق. يبقى هنا ده نص بينك ونص اخضر. دهنت كله النص كله والغطا كمان، والابيض ده هغطيه كله، هعمل بفرشة علشان ادخل على الارضية كلها تبقى لونها بينك، هعملها فرشة رفيعة تدخل جوه بالشكل ده، واسيبها تنشف. بعد ما تنشف هشيل التيب من ال على البرطمان. يبقى انا كده عملت نص ونص، واسيبها تنشف. هاجي على البرطمان اللي هو ده،
هعمله كله نفس الدرجة البينك بتاعي. انا عملت واحد نص ونص وهعمل واحد كله بينك. ده كده بمسح علشان اغطي تحت الغطا والزاوية بتاعت الغطا نفسها. وهاجي من تحت بقى بالدق. وطبعا برضو هنا بالفرشة الرفيعة هدخل بين العجينة هخلص الدهان كله واعمل وبعد كده اسيبهم ينشفوا وبعدين اوريكم الخطوة اللي بعد كده هتكون ايه. طبعا انا هلون كله زي ما قلتلكم، والابيض انا مش عايزة ابيض يظهر لي في الغطا خالص. والبرطمان كله هخلصه باللون البينك اللي انا مجهزاه. هيبقى عندي برطمانين المبططين بتوعي، نص اخضر ونص ابيض ونص بينك، وده كله اللون. دهنت البرطمان كله اللون البينك ده. جيت على التاني دهنت نص ونص زي ما وريتكم، وجيت على الورد عملته بالبني. هعمل الورد كله بني هنا برضو. هغطي كله بني الورد بس بالورق الشجر. عندي الورقة دي فيها وردات بشكل بيضاوي، قصيت منها وحدات هحطها على الشغل. هاجي على هنا بالورنيش المائي، هلزق الصورة في منتصف البرطمان. دهنت ظهر الورقة وهاجي هوسطنها بالشكل ده. تقريبا لون الورد هو نفس لون البرطمان. هطلع الهواء والزق واسيبها تنشف. لو انا بضغط على الصورة من فوق لازم ايدي تبقى فيها ورنيش عشان ما اقطعش الورقة. وبعدين هدي البرطمان كله طبقة ورنيش عشان يديله برضو ايه لمعة، لاني طبعا انا لما بشتغل هيبقى حوالين الورقة في ورنيش هيديله لمعة عن اللمعة عن بقية اللون كده. واسيبه ينشف واللون من فوق بقى نشف. هاجي هعتق بالذهبي. هاخد بصباعي خفيف كده وهمشي على العالي.
بالشكل ده، وحوالين الحرف بتاع البرطمان. كده تقريبا خلاص ينشف ونشوف الشكل كله. ده خلص كده. هاجي هعمل هنا برضو نفس اللي عملته فيه، وهلزق الصورة بنفس الطريقة، هلزقها بس هنا هعمل يعني بعد ما الزقها هوريكم هعمل ايه. هلزقها ونرجع. الشكل النهائي للطق بعد ما اضفت لولي حوالين الصورة، دي اول صورة، تاني صورة، والتالتة. وده الشكل بعد ما خلص خالص، نص اخضر ونص روز او كشمير، والزينة بتاعت الصورة، ومن فوق على الغطا اضفت ده التلوين بعد التعتيق بالشكل ده. يبقى كده انا خلصت فكرة النهاردة. اتمنى يا رب تعجبكم، والى اللقاء في عمل جديد وفكرة جديدة ان شاء الله.